السلام عليكم. مثل ما شايفين أنا عندي هون كمية من الدراق، جبت دراق لأنه بدي أعمل اليوم وعلمكن على طريقة كتير حلوة بكيفية تخزين الدراق لمدة سنة كاملة. طريقة كتير حلوة وكتير سهلة. طبعا الدراق هو عبارة عن فاكهة صيفية منشتريها بالشتوية معلبة، فأنا اليوم رح أعملكن على طريقة التعليب بس بالبيت وبدون مادة حافظة نهائيا. طريقة كتير سهلة، أنا عندي هون كمية من الدراق مثل ما شايفين. طبعا أنا نقيت الدراق يكونوا قاسيين، لازم الخطوة إنه نقي الدراق تكون الحبة كتير قاسية. عندي هون طبعا منقي حبوب قاسيين كبار شوي بس قاسيين. طبعا هيدي اول خطوة بكيفية عملان الدراق. كمان انا بحاجة لمرطبانات حسب طبعا عدد المرطبانات او حسب الكمية الدراق اللي بدكن تعملوها. انا هون عندي كذا مرطبان، طبعا هيدول المرطبانات بجيب فيهم فطر مثلا او بجيب فيهم اي شيء من السوبر ماركت وبحتفظ فيهم لصناعة طبعا خل العنب او مثلا خل التفاح او حتى مثلا لتخزين الانجاص او التفاح او الدراق بطريقة الكمبوت يلي هو طبعا تخزين لمدة سنة منقله نحنا كمبوت. رح هلا فرجيكن على طريقتي. رح نحط المرطبانات على جنب. اول شي نحنا لازم نخرط الدراق شقف صغيرة، بتقدروا تخرطوهن شقف صغيرة بتقدروا تخرطوهن شقف كبيرة. رح نشيل هيدا على جنب. حنجيب المرطبان وحنبلش نخرط بحبة الدراق بهيدا الشكل. شفتوا كيف هيك؟ ونحطهم بالمرطبان بهيدا الطريقة. طبعا لحد كرمال الوقت انا رح خرطهم كلياتهم ورح حطهم بالمرطبانات. هلأ مثل ما شفتوا انا خلصت الدراقات كلياتهم، خرطتهم وجهزتهم بالمرطبانات. هلا في منهم بيسلقوهم، يعني في ناس بيسلقوا الدراق وبيقيموا منهم البذره وبيرموها على جنب وبيحطوهم بالمرطبانات بعد السلق، ولكن هيدي الطريقه اسهل واسرع ومضمونه كمان 100%. هلا انا بحاجه لليمون او لحامض، حنحط بكل مرطبان ملعقه ملعقه. بسم الله، هي اول ملعقة بنحطها هون. طبعا الملعقة اللي معي انا غميقة شوي، يعني تقريبا فيكن تحطوا ملعقة ونص بس انا هيدي الملعقة اللي عندي غميقة. رح نحط ايضا هون، يعني لاحظوا قد ايه كبر الملعقة. هاي الطريقة. هلا رح جيب مي اذا، رح نحط كباية سكر كبيرة تكون او كبايتين، بس انا هيدي الكباية قدر كبايتين سكر. خلينا نحرك السكر شوي. هيدا السكر هو عبارة عن المادة الحافظة اللي رح تحافظ طبعا عنا على الدراق خلال السنة. هلأ رح جيب المرطبانات ورح ندخل مي الى الداخل. طريقة كتير حلوة وبدون مواد حافظة نهائيا. نقدر طبعا بالشتوية
نلاقي الدراق عندنا بنقدر نستخدمه للحلويات، للكيك مثلا. ايضا هون هاي الطريقة. هلأ أنا رح سكر المرطبانات، رح قلكم طبعا شو رح أعمل. هلا مثل ما شفتوا انا حطيت المرطبانات بقلب طنجره، رح اعبيها مي ورح احطها على النار. مثل ما شفتوا هلا حطينا المرطبانات على النار بطنجره، هلا هون بقلبها مي، رح ننطر بس تغلي. بقلكم طبعا الخطوه التاليه، ومثل ما شايفين بلشت تغلي المي. هلا شو بنعمل؟ بعد 20 دقيقة فقط مننطر 20 دقيقة ومنطفي تحتهم، مش اكتر من 20 دقيقة، بس 20 دقيقة. وهلأ بعد 20 دقيقة رح نطفي. طفينا طبعا تحتهم، بدنا نشيلهم بس بدنا ننتبه لانهم كتير كتير سخنين. بدنا نجيب طبعا كف او شي لحتى نشيلهم لانهم مثل النار بيحرقوا كتير. رح فرجيكم طبعا الخطوة التالية انا شو رح اعمل. وهلأ مثل ما شايفين انا قلبتهم بهيدا الشكل. طبعا طريقة كتير سهلة مثل ما علمتكم اياها، وما بدها شي. هيدول هلأ بيتخزنوا لمدة سنة. طبعا كتير من الناس ما بتعرف هيدي الطريقة، طريقة كتير حلوة وطريقة كتير سهلة. بتمنى طبعا تعملوا لي لايك، وإذا أول مرة بتدخلوا لعندي على القناة تعملوا اشتراك بتفعيل الجرس الأحمر اللي موجود تحت الفيديو بكبس كلمة اشتراك. بهيدي الطريقة حتكونوا حضراتكم اشتركتوا ورح يوصلكم مني كل شي جديد. بس ملاحظة انه هيدول ما منحطهم بقلب الفريزر، ممنوع نحطهم بالفريزر، لأنه نحنا أصلا حطينا لهم مادة حافظة واللي هي السكر. نحنا استغنينا عن المادة الحافظة بالسكر، صار عنا دراق من دون مادة حافظة مصنعة مؤذية لأجسامنا. هلا أنا هيدول رح شيلهم رح حطهم عندي بالنملية. النملية عنا يلي هي الخزانة الخاصة للموني، لهيك غراض يعني. فأنا رح حطهم هلا على جنب. بتمنى تكون طريقتي سهلة وتكون طريقتي عجبتكم. طبعا بتقدروا تعملوا الانجاس يعني الكمثري، او بتقدروا تعملوا مثلا اي شيء تفاح مثلا، بتقدروا تعملوهم بهيدي الطريقه وتخزنوهم لمدة سنة. بدي ودعكم مع تحياتي، الى اللقاء، باي.